تسلم شكرا كلك زين. كل ما تكونوا شايفين احنا لساتنا عم نصور والعمل عم ينعرض. اول شيء بدي اشكركم كثير على ارائكم وعلى الاصداء الحلوه اللي عم توصلنا عن العمل وعن جواهر بالتحديد. انا عم بقرا كل شيء ومستمتعه بارائكم عن جد. اليوم تابعونا على الام بي سي بالحلقه العاشره. اليوم رح يتفكفك شوي من الغموض اللي حاملته جواهر بشخصيتها. رح نشوف جزء من الخطه اللي هي عم ترسمها لحتى تستعيد حقها بهذا العمل. اتمنى تكونوا عم تستمتعوا معنا بكل لحظه. شكرا كثير لكم، بحبكم كثير.